هلو حبايبنا، شلونكم؟ بديت الفلوج انا بس لان انا قاعده اتجهز وببسد، حطيت ميك اب ووعد راح اسوي الريوق لان ما عندنا وقت التصوير الصبح. اليوم راح نصور برنامج على قناه ابو ظبي، راح نطبخ ويا الشيف، فكل شيء متحمسين حق هذا اليوم. هنا أنا تحضيرات المطبخ، راح نصور هنا مطبخ البيسمنت، مخبخ ما عرفت شلون اقولها. اوكي، هاي المكونات. شنو راح نطبخ اليوم؟ تاكو دينو مكسيكان تاكو. ياه، اي نو مكسيكان تاكو. اوكي، وي ار بريبيرينج تشيبوتلي. جود تشيبوتلي. خوخوس اي بعد. ماينيزا. اوكي، بعد ليموني. والله ايش سهله الاسباني. ايه بس تغيرينها، يعني وعد يقول وعدانا. شنو طبخانه؟ سكينه. والله ايش سهل. صحانه حلو. هاي شنو؟ خلاطه. لا، خلخاله. اوكي حبايبنا، شوفوا هنا الترتيبات. هنا راح نحط الكاميرا، حاطين هناك بعد لايت فوق. هنا الحمام لازم يسكر الباب. دماغي انا قاعد اجهز. ايش قد لومي؟ ثلاثة معالق لومي. ثلاث معالق لومي. هي معالق هسه. معالق. اي كباسا. واي يو كراي. يريد ليمونة. هي خلي يسكت. اسكت بس. ولو كان مالت الشفت. اوكي حبايبي، هسه تعرفون ودينا وينه وعد؟ ودينا ايان ايلان وارسلان البيت جيراننا. طبعا كلش فرحانين ان عندي جاره مثل عسل. اوقف خي عدل شعري، خاف تشوف يقول مخربط. فديت العسل انا، وهسه تعرفون ليش اللي خليت يمها ايلان وارسلان. راح ارسلان؟ اي، لان بالطبخ الصراحه. طبعا شوفوا هاي الجاره. اي والله، الجار للجار. فديتكم، مو ام فضل. مو ام فضل. شوفوا هاي الجار العسل. الحمد لله. شكرا لك. شكرا. وهاي بوساتي لك يا حلوه انت. ثانك يو كثير. بدي اسبوع ونجي عليهم. هنغطيني لا ان شاء الله. خلص فت كم ساعه؟ خمس ساعات. قليله. 2025 نرجع. ويلي. ولا تعرفين شنو؟ 2020. هسه راح تلطم. تقول انا شلون هيك تسوي؟ شرده باي باي. اوكي، خليني اوريكم التحضيرات. حطينا هنا هذا البوكس لايت، هنا عندنا البوكس لايت هنا. الله بعده. طول بالك. قاعد اجرب مو تعرفين. طبعا خليني اقول لكم شغله على هذا. طلع مشكله بعد ما اشتريناه وكلش غالي، بس ستيل. شو اسمها؟ ايرون كاس. ايرون وستيل ستيل، بس الجدوره اللي يشتغل عليه مع الاسف يعني. ما كنا متوقعين. هسه خلصنا الجدر. وش اسمه؟ جدر وتاوا. والله قلنا يلا. وهاي هنا المكونات، خلينها راح نطبخ لكم اليوم. شو اسمها؟ نسيت. تاكوز. اوكي، هنا الغراض. اي والله يرادلها الكاميرا. مساحتها منظفه قابله. طبعا كلش. يا هاي هنا شوفوا، خليناها الكاميرا بس الرينج لايت. الرينج لايت لازم يشتغل عشان تصير اوكي. فاير اجين. هسه تقولوا ليش خالين هاي المحوله؟ خلاص حبيبي انت مصدر ازعاج. هاي ليش المحوله؟ لان هاي جايبينها من الامارات، موجوده عندنا، والفولت مالتها 220. وما نريد نشتري واحد ثاني. لا والله اشترينا اثنين واحترقوا. هذا خرب تو، هذا ما صار له شهر. يا بسرعه يخربون. ما اعرف لان نوعيتهم مو اوكي. اللي قاعده اجيبهم لازم واحد تجيبونه صدق غالي عشان اوكي. جبت واحد غالي. او ماي جاد. لا 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 لا، روح رده يا معوده. مو انت اللي تجيبيه؟ بسرعه يطلع. لا 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 لا، انا اجيب. قلت له اوكي، رجعته. هذا اللي صار. حتى ماكو. طبعا انا ليش مرات ماري ادخلها بهيك مواضيع.
اوكي حبايبي، سو قبل شوي كلمونا، احنا كنا حاطين التليفون هنا، قالوا لنا لا هنا علشان تكون هاي الخلفيه مالتنا، بس راح نسكر باب الحمام. سو هسه سكرت باب الحمام، يعني الخلفيه راح تكون هنا، راح نطبخ هنا. انا وعد، خلينا نشوف من راح يطبخ. عدل انا ولا وعد؟ اني اكيد اني. الله علمتها، كانت ما تعرف بيض، هسه اجتني صارت براسي شيء. طبعا شنو اللي صار معي؟ ان القميص مالتي طاح عليه نقطة زيت، وحاولت اني اغسله ما تروح، وصراحة وهسه رح يبلش خمس دقائق وما اريد اغير ملابسي، عندي هواي بس خلاص انا حاطة هاي اللبسة ببالي. شنو؟ ايه هاي زين، ما هسه راح تبين. هاي شوفوها، ما بيش هاي، حاولت اغسلها ما راحت. ما صراحة ما لي خلق اني ادور على ستايل ثاني. هاي كلش حلو يا ودوم. انا احلى منك، شو اسوي؟ خلاص اليوم تطلع انت احلى مني خلاص. شادي بعين ام غزال. انا شادي؟ انا شادي. انا كتبوا لي بالتعليق زوزو منوره احلى من وعد. حره كتبوا بالتعليق تحت، الله يخليكم. شفتي هسه هسه مو حره، مو على عنادك على عنادك. شوفوا راح اخلي لكم الكاميرا هنا على مود يعني تشوفونا واحنا قاعد نصور، يمكن هنا اخلي لكم اياها ورا عشان تشوفون. اوكي، وبنفس الوقت هم يعني هم شوفوا الحلقه يعني كامله على قناه ابو ظبي. اوكي اوكي اوكي، هاي هم هسه بلشنا. خلنا اصور لكم هنا، وهاي بلشنا بس قاعد نسوي تحضيرات اللي على اساس ترتيب احنا معاهم. هون ما قاعد تبين ليش صارت سواد. شوف لان الاناره فما قاعد يبين التليفون. اوكي هاي هنا شوفوهم، خليني اوريكم هذا الشيف وهذا عمرو. وهنا عندنا الشيف الثاني. لا تفضحنا لا تفضحنا هسه هسه حاليا حاليا تموش. طبعا مثل ما تشوفون بعدنا لان التصوير. يلا راح نبلش، خلينا نفتح. هي خليكم راح نبلش. طبعا هنا قاعد اصور لكم احنا الحين باللايف معاهم، وهسه انفضل راح تدخل عليهم، خلينا نشوف شنو راح يصير. شو رايك شيف؟ يا بالريحه شلون طيبه؟ عادي ابوك انه بس وحده؟ لا بس وحده ابوك. فضوليه كافي. وين السكينه مالتكم؟ الشوكه مدري ايش يسمونها؟ هاي كافي انفضل. يعني ما تدقين الباب عشان تدخلين؟ هاي تبيني عيني حلوين؟ اي اي اي. وتلفزيون هنا؟ هاي الجيران الفضوليين هاي. الحمد لله، شلون هاي؟ طبعا بعدنا قاعد نصور من الساعة 9 الصبح إلى الحين، الساعة صارت الثنتين وبعدنا ما خلصنا. طبعا هاي الأجواء بعدنا، هذا في بريك، شوف هاي بريك، خلنا أوريكم. بعدنا خلصنا الفهيتة اللي هي هاي والذرة، هاي إلى الآن هاي سوينا المكونات، هاي السلطة طلعت شكل طيبة، وهنا الفاهيتا. بعدنا كملين تصوير. تريد كلمة؟ كلمة تقول؟ تابعونا وتابعوا. تابعوا؟ تابعوا. 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 راح ينزل على قناة أبو ظبي. يلا. شوفوا. شفت بيبينا. كله أنا طبخته. كله أنا. شفت وعد. أوكي. تابعوا. حبيبي تعلمت الطريقة؟ عشان نسويها تخبل دمار، لازم تجربونها. انا علمتهم. تعلمتهم؟ عيب عليك. شنو؟ هذا الشيف يشهد، الشيف هنا. انا انت. وخلصنا تصوير وجو الاولاد عشان ياكلون. What is this؟ صوت هاي ما عليك به، انت اكل منها، انت راح تعصب هسه عملت كل شيء. يلا ماما جد طيبة، أطيب من بابا من يسويها. أطيب من بابا، استحى على روحك والله. عيب عيب عيب، خجلي والله. حتى أطيب من بيبي. أشوف الكومنوجر شنو هاي البنوتة. طبعا جبت إيلان من بيت جارتي، ملعوس هدومه. أوكي شوف شو ملبسته، ملابس بنات.
بنوته منين هاي؟ بدول الله يا حبيبي. رحت ولد وديناك للجيران جابوك اثنين. شوف هاي من تسوي بيك بي، هي تسموها بس حفاضة. طبعا خليني اقول لكم شغلة، التصوير مو سهل. اللي على باله مثلا الواحد يصور طبخة ولا شيء، يعني هسه هاي الطبخة اخذت من عندنا شيء 5 أو 6 ساعات. من الساعة 9. من الساعة 9. هسه شنو نشوف الساعة؟ الساعة 3. الساعة 3. الساعة 3. من الساعة 9. يعني ايش قد التصوير صعب؟ يا تصوير كلش صعب، خصوصا هم على الشيف، كل ساعة الشيف يقول جملة، يقول وقف مثلا عيد ويرجع يعيد وهكذا. فيعني أي تصوير أو أي برنامج، هذا إيلان يبكي، أي تصوير أو أي برنامج يحتاج له وقت وصبر، وهاي على ما يوصل للمشاهد لكم أنتم، يعني يوصلكم مدته نص ساعة، ربع ساعة، حتى إحنا اللي نسويه بالتيك توك اللي تشوفونه اللي مدته أقل من دقيقة، هذا يطول ويانا ممكن ساعة أو ساعتين تصوير من غير بعدين نسوي مونتاج إذا يحتاج. فالشغلة جدا حلوة لكن متعبة، يعني هذا الشغل فيه تعب كصانع محتوى، انك تقدم شيء سواء لليوتيوب او التيك توك او الانستغرام، هذا بجهد تعب وقت. فبعض الناس على بالهم لا ان هذا هو مو شغل، او هذا هو بس خلينا نقول لهم فتشة دائما للبطل. ها يعني خلصت هسه ايه؟ اوكي الكومباس يروح يسوي اديتنج. الكومبا قولها عدل اول. كومباس شو اسمه؟ كومبارس. كومبارس. الكومبارس من الجذب مالته صار يخربط. الكومبارس يروح يسوي اديتنج. يجهز الاخراج والانتاج. البطل دائما بس هو قاعد. يعني حتى هذا الفيديو ليس احنا صورنا لكم، يا قاعد نصور لكم من الصبح لليل. وساعات راح يكون، وانا راح اطلع من هذا الشيء ممكن 10 دقائق او ربع ساعة لكم انتو الصافي. انت قاعد تبكين حتى تفعلج؟ ها؟ ماكو دفع، ماكو. ماكو دفع. بلاش. تريدين انا زين مشغلك وياي. اذا اعلنت استقالتي، لحظة، اذا اعلنت استقالتي راح تقدر تكمل بروحك؟ لا. حياتي عمري بني السقيل. اريد 10,000. ورق 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 10,000. كونتراكت مال سنه، مال سنه. شوف 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 شوف. اوه لا لا، شوف شرد هلا المطبخ كله علي، ونظف المطبخ. هسه راح اترككم وراح انظف هذا المطبخ كله. رجعناكم حبايبي من جديد، ويوم ثاني، مو يوم ثاني، ثالث. التصوير كان يوم الاحد، واليوم ثلاثاء هم عندنا تصوير، عندنا مقابله ويا قناة الجالية العربية، القناة الأولى العربية في أمريكا. سو بعدهم بس ما اتصلوا علينا، قاعد نجهز. خلنا أوريكم المكان. شوف قاعد نجهز الإضاءة. هذا راح تقولي ليش تورينج لايت مخلية؟ طبعا حياتي طفي اللايتات لأنه صار سواد، ما قاعد يبين. أوكي ليش؟ لأن الصغير محروق، بس الريدة على مود يمسك التليفون، أما هذا الثاني اللي ورا هو اللي يشتغل. So that's why هاي القعدة مالتنا راح نقعد. قلي لهم ليش؟ كل مرة لازم. ليش؟ إيه خلاص قلنا بالفيديو أول شيء، خلاص. أذكرهم خاف نسي. تكفى. تكفى بس خلاص خلاص خلاص. أوكي يلا رايحين هسه. هذا من اشترى. هذا أنت اشتريته. إيه بس. ما موجود هاي اللي هنا اللي تمسك. شفت شلون غشوك غشوك؟ انتي وياي، انتي الخبيره. ما كنت اعرف. قلتي لي انا اخذتك وقتها، ما كنت اعرف يا اخوي. المهم اذا خلص هاي الفيديوهات كلها اكيد روابط اللقاء. اوكي خلينا نسوي له تسلوال. روابط اللقاء راح اخلي لكم اياها تحت هذا الفيديو، شوفوهم. هسه خلينا نسوي تسلوال. السلام عليكم. وعليكم السلام. What's your name؟ ماني وعد. لا بيحشون بالعربي قصدي، نسيت. شنو اسمك؟ اسمي وعد. عيني وعد، هذا الشيبس اللي وراك راح يطلع بالكاميرا؟ شنو؟ شيله، لازم نشيله. الشيبس للجهاد. الجبس للجهاد. شيله، خلينا نشيل. هسه اوكي، اذا قالوا لك تحب زوزو اكثر ولا تحب ام فضل اكثر، شو تجاوب؟ احب ام. جواب دبلوماسي. خلاص بطلنا، ما راح احكي وياك. يلا بعد هاي عندنا هاي الشغله تشيلها، وهاي هاي وهاي شيلها. لا هاي مع ملاعبك باللي انت قاعدين تلعبين فيه، وشيل سالها سكتك بهذا. هاي مالتك مالت الواي. او ماي جاد، صراحه افتح اللايت هنا، الاناره هاي على ما تطلع حلوه. فلوس
من يدفع؟ بس عشان التصوير. التصوير. شفت شو الكهرباء؟ خابرين امك تودي. ان شاء الله. ما تقصر امي كريمة. احسن من بعض الناس. اوكي متابعينا، طبعا انا غيرت ملابسي ما كان عاجبني، وعد قاعد يقنع بيا انه لا هذاك حلو، قلنا خلاص خلاص لبس. لا انتوا كتبوا هذا احلى ولا قبل. المهم اللي ما تعرفونه عن وعد، شوف بس احنا بعدنا، شوف اللي ما تعرفونه عن وعد انه هو انسان جدا خجول. صدمه طب طب صدمه مو تشوفوني ابو لسان. يعني اذا كان في لقاءات هو يعني very shy، كلش يستحي، فما اعرف شلون هذا الفيديو اليوم. اوكي اللقاء الاول كان حلو. انا ما احب السوشيال ميديا، بس غصبتني سحبت علي مسدس. مثل ارميك شو اسوي؟ او ماي جاد، انا ويني ويني التمثيل يا معودين، ويني ويني اللقاءات، اعطيني شغل، شغلات اجتماعات، شغلات ثانيه. اعطيني اعطيني ابو فليس تصرخ على تتعارك ويا ام الفضل. اي اوكي عادي، احسن شكول شكول احسنها ابو فضل قاعد تقابلك. ادري شلون الله يعديها على خير. حتى احنا هنا في امطار وبلش شوي بيبرد الجو. قاعد هلا في امطار من ان شاء الله يا رب العالمين. كثير سعيدين ومبسوطين معاكم. مع السلامه. والله احنا اكثر من واقول لكم اللايف ترى اللقاء بسرعه خلص، حسيته مر بسرعه. ها احكي لك الصراحه، قولي انا كمان كنت حابه نحكي اشياء اكثر، بس احنا محصورين بهاي الاسئله. يعني هم حاطين انه بس انه المحتوى السوشيال ميديا، شو بتقدموا السوشيال ميديا، طبيعه الجمهور. حتى انا كنت حابه صراحه نسال عن اشياء اكثر. المحرر يعني اختص بمواضيع السوشيال ميديا بس. يا اوكي ماكو مشكله، ان شاء الله لقاءات ثانيه ليش لا. بس وعد وزهر انا اكيد رح ارجع اشوفكم مره ثانيه ان شاء الله حبيبتي. ولو خاطرنا هسه نشوفك، على فكره بس شايفين صوتك خاطري اشوف صورتك بعد. هيني جاي صدق. والله طلعت ابو السؤال وتسولف على اساس مستحي ومستحي وشلون، ومهندس الصوت يحاول انه يهدي بي. هو شو بدا اللقاء وما شاء الله الانطلاقيه تنطلق. انا رايح حاليا. اي وين؟ سوشي. سوشي يابانية. طبعا اذا ما عارفين شنو يقصد وعد، الفيديو نزلناه بالتيك توك، راح تشوفونه راح تنصدمون. بس شنو رايكم؟ نوريهم اللبس. لا احلى احلى شيء اللبس، شوفوا اللقاء فوق وشوفوا تحت شنو لابس. ادري بعده بالنعال. من يشوف النعال؟ قبل البس نعال انا قاعد على ما حد ما حد. لا زين انا جيت اطلع لهم بالشور بس متابعينا شافوك. احلى شيء احلى شيء انا جيت البس القميص ولاي والبس شورت. شورت قال لي زوزو لا، قلت له ما راح نبين، بين لي هنا شنو البس بنطلون وقاعد بالبيت وحزام وهاي. والله طاحت الكاميرا تخيل بس. او مثلا قالوا لك اوقف مثلا. اوقف والله خلينا نشوف طولك. اي خلينا نشوف. او امسك اللايت. لا لا ما يقولوا لي اوقف هذا طولي. لا اوكي حبايب اوكي حبايبني، وصلنا لنهاية الفلوج. لا تنسون انكم تشتركون بالقناة ومتابعتنا على التيك توك. وراسي نصه طالع، جيب ما تعرف حتى تكض هيك يكضون. اوكي لا تعصب علي خلاص. والله مو انت اطول من عندي يعني. طبعا والله ما اخذ له واحدة، شوف ايش قصرها. لنا حتى تعرفون ليش طالعه هواي انه. والله ومن يشوفونا على باله انه انت انا اطول منك. شوفوا هنا انا هاي ثبي بين هي. ها شوفوا. رفعت رجليها. شوف هاي من ارفع رجلي. قصيرة. بس انا اطلع اطول منك ليش؟ هاي الكاميرا مرات تكونين لابسه كعب. نمار. اوكي حبايبنا هسه نرجع لموضوعنا. اوكي. نرجع لموضوعنا. موضوعنا هو حتى مو تقول خلينا نطلع لهم، مو تقولون حسبالكم صاعد على شيء، شوفوا لابس نعالي الايطالي. اي. صدق والله اطول مني. طبعا لا عاد شنو؟ حسبالك والله. المهم نرجع لموضوعنا.
نجي نهاية البلوج نجي نهاية البلوج اوكي ولا تنسون متابعتنا على الانستغرام واليوتيوب والتيك توك وشير هذا الفيديو مع احبابكم واصحابكم واصدقائكم وجيرانكم وام الفضل الا ام الفضل تعرف اخبارنا نو 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 يلا حبايبنا باي باي نحبكم باي.